اروح بيه يا رجال اروح بيه اروح بيه يلا حيهم اروح بيه اروح بيه اروح بيه مرحبا ومسا اروح بيه ترحي بالسيف اروح بيه حيهم اروح بيه اروح بيه الله بالخير يلا حيهم ترحي بالسيف حالكم الله يعافيكم يحييكم يا مبارك بو علاج سلامتك سلمت ولا ندمت العلم يخصك ولا تخص بشر مرحبا ومسا اخدم اخوياي وافديهم واكفيهم ابناء الشاعر محمد بن دايب الشهراني الله يعافيك ويحييهم مريم مني واوفى مني واكفى مني بالعلوم والامور كلها وجهت للشاعر الكبير محمد بن دايب دعوه تشريف وحضور زواج ابنك وتزوج ابنك والله يوفقه وتمم الله له بخير والحفل لم يقام بأسباب جائحة كورونا نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة الآن احتصالك بو منيف بهدية رمز محبة لما بينك أنت وياه من أخوة ومروة وعلوم غانمة ومقاضات بالعلوم الطيبة احتصالك بحصان عربي أصيل بشهادته وتوثيقه مسجل باسمك ومن مرابط خيول أصيلة حصلنا بهذا العلم وسلامتك ومن يسمع معنا قصيدة فضل. بنسلم عليكم باسم محمد بن ثايب وباسم أبنائه مرحبا ومسهلا يا لا 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 يا لا 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 بسم الله يا سلام الله على ابو علاج الغامدي مرحبا ومسهلا بسم بن دايب الشهراني لسان شهران العريضه ونعم الكريم الحكيم الامبراطور شعار الجنوب علمنا خير يا ابو وافي الله يمسيكم بخير حن مراسيل بن ثايب يليكم ويقريكم سلامه والهديه يقدمها لكم من وفاك ومن وفاه الحصان العربي الاصيل النجيب الحر الاشعل ما تغير الجيوش وتقدم الا على حر اشعلي وابن ثايب وابو علاج زودن على 20 عام خشرة في الشراء والبيع واهدافكم ما هي بسهلة لين هبت على تونس هبوب الربيع العربي